الجمعة الفارطة تحدثنا على علاقة الإنسان بالله عز وجل، وأيضا تعرفنا من خلال على بعض الأسس كيفاش يتعامل الإنسان وعلاقته كيفاش تكون صحيحة مع الله عز وجل. اليوم رايحين نتحدثوا مع فضيلة الشيخ الإمام جمال الغول على علاقة الإنسان بنفسه. أكيد راح نطرقوا العديد النقاط، راح نتكلموا على الثقة بالنفس كيف نعزوها بعيدا عن الغرور. نرحبوا فضيلة الشيخ الإمام جمال الغول، شرفنا دائما بحضوره كل يوم جمعة. صباح الخير فضيلة الشيخ. صباح الخير، بارك الله فيك. أهلا وسهلا. الله يبارك. فضيلة الشيخ، اليوم راح نتحدثوا على علاقة الإنسان بنفسه يعني، وأكيد الحديث عن الثقة بالنفس. في البداية ثقة بالنفس في الإسلام فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الصبيحة أن يبارك في جميع المشاهدين وأهاليهم وأن يفرحهم في الدنيا والآخرة. أمين يا رب العالمين. في الجمعة الماضية تحدثنا عن علاقة الإنسان بربه عز وجل، وهذا من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فذكرنا أن شراح الحديث من علمائنا قالوا بأن هذا الحديث جاء ليبين لنا كيف تكون علاقاتنا المختلفة في هذه الدنيا، تكون علاقات صحيحة، علاقات مبنية على الصح. فذكرنا أن العلاقة، علاقة الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى، هذه أهم العلاقات في هذه الدنيا. الإنسان عنده ثلاث علاقات: عنده علاقة مع الله، وعنده علاقة مع نفسه، ومع غيره، وعنده علاقة مع غيره، مع الناس اللي يتعامل معهم. فالعلاقة مع الله سبحانه وتعالى تكون صحيحة عندما تبنى على التقوى. لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وأشرحنا هذه النقطة في الجمعة الماضية. اليوم نتناول الجزء الثاني من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يقول: وأتبع سيئة الحسنة تمحها. هذا الجزء قال يتناول علاقة الإنسان مع نفسه. هذا الإنسان، هذا النفس اللي بين جنبيه، طبعا هي لا يعرف كثير من أسرارها إلا الله سبحانه وتعالى. هذه النفس لما نقول الإنسان، نفس الإنسان، نقصد بها الروح والجسد، هذا هو معناتها النفس، نفس الإنسان. وهذا النفس تاع الإنسان هي لازم يعرف الإنسان باش تكون علاقته مع نفسه صحيحة، لابد أن يعلم بأنها، هذا النفس، هي ملك لله سبحانه وتعالى. شكون خلق هذا النفس؟ هل يستطيع إنسان أن يخلق نفسه أو أن يخلق غيره؟ إذن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. فينظر الإنسان في نفسه، إذا حب تكون علاقته مع نفسه صحيحة وعلاقته معززة بثقة كبيرة كما ذكرت، لابد أن يعرف هذا النفس في حال إيجادها وإعدادها ومعادها. إيجادها، ما كانش كاش واحد فينا خلق نفسه، ما كانش كاش واحد فينا خير والديه ليكون هو من صلبهما ويحمل اسمهما، ما كانش واحد منا خير المكان الذي يولد فيه وينشأ فيه. هذه كلها ليس للإنسان فيها اختيار، هو اختيار الله سبحانه وتعالى. إذن نفسك أنت هي نفسك صحيح، ولكن لا تملكها، ما تصرش فيها كما تشاء، هي ملك لله سبحانه وتعالى، بدليل أن خلقها لا يستطيع أن إنسان أو قوة أو علم أن يخلق إنسان إلا الله سبحانه وتعالى. ثم الإنسان ينظر في هذه النفس كيف أعدها الله سبحانه وتعالى. ربي سبحانه يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. شكون هو الله سبحانه وتعالى؟ قال: الذي خلقك، هو الذي خلق هذه النفس، قال: فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يعني ربي سبحانه أمد هذه النفس، الجسم والجسد والروح، أمدهم بإمدادات عظيمة جدا. يعني الإنسان يتعجب في خلق هذه النفس. فمن أعطانا البصر؟ شكون أعطانا، أعطى هذا الإنسان، أعطاه البصر؟ هو الله سبحانه وتعالى. كاين الناس ربي سبحانه ابتلاهم بالعمى منذ أن ولدوا أو بعد حادث معين، فالذي يمد البصر هو الله سبحانه وتعالى. من أمد الإنسان بالسمع؟ من أمده بالكلام؟ إلى آخره من أنواع ما أعطاه الله في إعداد هذه النفس. رب سبحانه أعدها بنعم كثيرة حتى تستطيع أن تخوض غمار هذه الحياة الدنيا بنجاح، وتكون يوم القيامة من الناجحين. آخر أمر ينظر إليه الإنسان في نفسه، ينظر في معاد هذه النفس. هذه قلنا ربي خلقها،
ربي أمد كل النعم لينعم بها الإنسان. ثم المعاد في الأخير كل الناس سيموتون ويرجعون إلى الله. فربي سبحانه لم يخلقنا عبثا في هذه الدنيا، ماشي قال نجيو الدنيا نديرو راينا ونديرو واش نحبو من بعد خلاص، لا، كاين من بعد كاين 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 ما كاين رجوع إلى الخالق، رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إنسان يحرص على أن تكون علاقته مع نفسه صحيحة بأن يبنيها على التوبة والتزكية. طيب. التوبة كل ما الإنسان ما كاش فينا، يعني خير كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. احنا قلنا بالعلاقة مع الله تكون مبنية على التقوى، بمعنى الإنسان يجيب الطاعات ويبتعد عن المعاصي، ورغم ذلك يقع الإنسان في المعاصي. نعم. وهذا ليس عيب، العيب أن تستمر في المعاصي. لما ندير معصية، لما نغلط في حق ربي سبحانه، في حق والدي، في حق أولادي، في حق الناس، واش ندير؟ علي أن أتبع السيئة الحسنة، ندير حسنة بنية التوبة من ذلك الخطأ، ندير نصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى لأني أخطأت في كذا، نصوم يوم لله سبحانه وتعالى تكفيرا على ذنب اقترفته مع جاري، أتصدق بصدقة ولو كانت قليلة لأكفر بها عن ذنب ارتكبته مع أخي أو مع زميلي في العمل. فكلما الإنسان يخطئ وش يدير؟ لازم يتوب، يسرع في الخروج من الخطأ، في التوبة من الخطأ، فتكون علاقته مع نفسه صحيحة. لأنه علاش مع الناس لما يغلط يحتاج أن يعتذر باش تستمر الحياة، عنده مصالح مع هذوك الناس عنده، لكن مع نفسه قد يخطئ ولا أحد يشعر به، ورغم ذلك علاقته مع نفسه تأمره أن يتوب من ذلك الذنب وأن يستغفر. نعم. الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ جمال غول، ثقة المسلم بنفسه هل تتعارض مع حاجته لله عز وجل؟ طبعاً لا، ثقة الإنسان المسلم مستمدة من قوة الله سبحانه وتعالى، مستمدة من عون الله سبحانه وتعالى. ثقته هي في باب اتخاذ الأسباب، أنا قادر على أن أتخذ الأسباب للنجاح في المشروع الفلاني، في الامتحان القادم، في المسألة الفلانية، ولكن كل ذلك من باب اتخاذ الأسباب. يزيد معه التوكل على الله اللي هو يعرف بأن هذه الأسباب لها مسبب هو الله سبحانه وتعالى. فدائما يدير الأسباب ثم يرمي ثقله على الله سبحانه وتعالى، على مسبب الأسباب، أن يكتب النجاح، أن يعين، أن يستمر في ذلك العمل المحمود عند الله سبحانه وتعالى. لا. فالتوكل على الله بمعنى الحقيقي أن نتخذ الجزء الأول، نتخذ الأسباب المادية المعروفة لكل نجاح في أي مشروع، ثم نتوكل على الله، ثم نطلب العون من الله، ثم ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يكتم النجاح لذلك العمل. الثقة بالنفس أمر مكتسب قضية الشيخ، يحتاج المسلم ربما أن يتعرف على طرق تحصيله. في البداية لو نعرف شو الفرق بين الثقة بالنفس والغرور أيضا فضيلة الشيخ. طبعا الغرور هو خلق من الأخلاق السيئة التي تصيب الإنسان في مقتل. الإنسان الذي يصاب بهذا الخلق سوف يؤدي به إلى الاغتراب، بمعنى سوف يتكبر على الله سبحانه وتعالى، يتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى، سوف يظن بأنه يملك القوة اللازمة لمواجهة التحديات والصعوبات، وهذا خطأ كبير. القوة لا يمكن لأحد أن يمتلك قوة لمواجهة التحديات إلا بعون الله سبحانه وتعالى. لا يمكن لإنسان أن يستغني عن الله سبحانه وتعالى وعن توفيق الله وعن عون الله وعن رعاية الله وعن معية الله. فالمغرور قد يصاب من هذه الناحية فيظن بأنه صاحب قوة، كما قال قارون ومن سبق من الناس الذين أهلكهم الله، قال إنما أوتيته على علم عندي. يعني هذا الشيء، هذا المال، هذا جاء بقوتي، وهذا خطأ كبير، بل هو رزق من الله سبحانه وتعالى. فكل من يصاب بهذا المرض سوف يخسر العلاقات في حياته، يخسر علاقته مع ربي سبحانه، يخسر علاقته مع نفسه، ويخسر علاقته مع الناس، وبالتالي يولي خاسر من كل النواحي. وهذا من الأساسات في العلاقة مع النفس، أنه دائما يربيها ويزكيها على الطريق الصحيح. ربي سبحانه قال في أنواع النفس، قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الإنسان الذي يزكي نفسه هذا مفلح ناجح في الدنيا وفي الآخرة، بخلاف العكس الذي لا يزكي نفسه، الذي يدنسها، الذي يلطخها بالغرور، يلطخها بثقة زائدة
عن اللازم الى درجه انه يستغني عن الله او عن حتى عن الناس اللي لازم يستعين بهم في مشروع معين من باب اتخاذ الاسباب. فتزكية النفس امر ضروري جدا لكي يكون هذا الانسان ناجحا في حياته وفي الاخره. ربي سبحانه قال على الناس الذين لا يزكون انفسهم، اللي ما يربيش نفسه، الذي لا يتحكم في نفسه، اللي يعطيها ما تريد وما تحب ولا يلجمها ولا يوقفها عند حدود الله سبحانه وتعالى، عند حدود الناس، فهذا الإنسان سوف يصاب بالأمراض اللي ربي سبحانه تكلم عنها في القرآن الكريم لما يقول ربي سبحانه وخلق الإنسان هلوعا. الإنسان المريض بالهلع، بالخلعة، ملهوف، لا يطمئن لشيء، هذا مرض من أمراض الناس اللي ما يزكوش أنفسهم. وقال ربي سبحانه وكان الإنسان عجولا، واللي مريض بالعجلة كل حاجة يتسرع في أن يصل إليها ثم يكون العكس في الأخير. والحسد ومرض الشح ومرض البخل وكل الأمراض اللي ذكرها ربي سبحانه اللي هي خاصة بالأنفس التي لم يزكيها أصحابها، بخلاف الناس اللي يعملوا على تصحيح العلاقة مع أنفسهم بالتوبة وبالتزكية. وش يصرى هذا الناس؟ ربي وعدهم قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يولي يتحصل على السعادة الحقيقية في هذه الدنيا، ونهار يجي يموت وش يقولوا؟ قال ربي سبحانه قال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فتزكية النفس الإنسان ينجح في الدنيا وفي الآخرة يكون في النعيم بإذن الله تبارك وتعالى. نعم فضيلة الشيخ، في عجلة مقاوش وقت بزاف، ما حكم قول يعني فلان واثق من نفسه وفلان عنده ثقة بنفسه، وهل هذا يعارض الدعاء اللي يقول ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ بارك الله فيك. نعم هذه هو احنا نتكلم عن الثقة بالنفس في مقابل الاهتزاز النفسي والتردد وعدم الإقدام على أمر مقدور عليه بدون تهور. هذا خلق طيب نغرسه في نفوس أولادنا، ولكن لا يعني ذلك أننا نستغني عن الله سبحانه وتعالى. فهذه الأسباب اللي قادرة تديرها النفس كلها في يد الله سبحانه وتعالى، يمكنه أن يوقف جميع الأسباب. ربي سبحانه النار من ميزاتها أنها تحرق، لما ألقي فيها إبراهيم عليه السلام ربي سبحانه وقف هذا السبب ولم تحرقه بإذن الله وبقوة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان عنده الثقة في اتخاذ الأسباب، ولكن دون أن يستغني عن العون من الله وعن الدعاء وعن طلب المدد من الله سبحانه وتعالى، فهو المعين وهو القادر على كل شيء، وهو مسبب الأسباب وهو القادر على تعطيل الأسباب اللي احنا أحيانا نتكل عليها. الآن الإنسان باش يزكي نفسه أول لازم تزكى بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. غير المؤمن لا يمكنه أن يزكي نفسه لأنه الانطلاقة انطلاقة خاطئة. نعم. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى هو اللي يخلي الإنسان لما يغلط يسارع إلى التوبة، ما يقولش ما حتى نكبر حتى نحج إن شاء الله حتى نولي نصلي، بل يسارع. الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو اللي يخلي الإنسان لما يغلط يبادر إلى الإحسان، وأتبع السيئة الحسنة، كل ما يدير سيئة يزيد يدير حسنات باش يمحي السيئات. ما نتواصل دائما معكم مشاهدينا في كل مكان. جمعة مباركة للجميع، نرحب بكل من التحق بنا اللحظة. ما زلنا متواصلين دائما مع برنامج أشروق مورنينج. كنا قبل قليل توقفنا في فقه الدين والحياة مع فضيلة الشيخ الإمام جمال غولي، حاضر معنا في البلاطو دائما للحديث عن الثقة بالنفس. فضيلة الشيخ جمال غولي، كيف يمكن لمسلم يعني ما عندوش الثقة في النفس أن يزيد من ثقته في النفس؟ بسم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى. طبعا المسلم دائما يستمد قوته من الله سبحانه وتعالى، وحتى الإنسان اللي ربما ما عندوش ثقة في النفس، فإذا علم بأن هذه النفس هي ملك لله والذي خلقها هو الذي يمدها بكل أسباب القوة وإليه ترجع يوم القيامة، إذا علم بأن طريقة تزكيته لنفسه تكون بالإيمان بالله بأن الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، ويعلم
يعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو يعلم بأسمائه وصفاته العلى. يعني قبل ما يثق في نفسه يثق في الله عز وجل في أمور عديدة. بارك الله في استجابة الدعاء. لأنه هذاك الضعف الذي يشعر به لما يكون عنده هم كبير، فإذا علم بأن هناك رب سبحانه وتعالى أكبر وأعظم من أي هم فسوف يزول عليه ذلك الهم. إذا كان عنده جرح غامق ويعني يؤلمه ألما شديدا، فيعلم بأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يرفع ذلك الجرح بكن فيكون. فكلما كانت عنده معرفة مش سطحية، الكفار يعني يعرفون بأن الله سبحانه وتعالى خالق، هو الذي خلقهم، ولكنها معرفة سطحية. المسلم معرفته بالله معرفة عميقة تكون معه دائما، فهي من بين الأسباب التي تمنحه القوة لما يعرف بأن هناك رب سبحانه وتعالى خالق وقادر على كل شيء، ويعطي عبده ويعبد كما يشاء الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يحفظ العباد، وهو الذي يقوي الناس. فهذا سوف يشعره بقوة ذاتية كبيرة تبعد عنه هذاك الضعف في الثقة بالنفس. ثم لا بد من طريق التزكية، وهو طريق العبادة، طريق الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان ما يقدرش يكون عنده ثقة كبيرة جدا، ثقة حقيقية مش ثقة سطحية أو شكلية، وهو بعيد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. احنا ذكرنا باللي العلاقة الأهم في علاقة الإنسان هي العلاقة مع الله. إذا كانت علاقته مع الله غير صحيحة، بالتالي مستحيل تكون علاقته مع نفسه صحيحة، مستحيل يقدر يكون عنده علاقات ناجحة مع الناس. النجاح الحقيقي مش النجاح المزيف المبني على المصالح الشخصية وعلى الأمور اللي يستفاد منها في هذه الدنيا. فالإنسان ما كانش إنسان يعني عنده ثقة نفس ضعيفة ما يقدرش يقويها بالله سبحانه وتعالى، بطريق التوبة إلى الله إذا أخطأ، بطريق التزكية، يزكي نفسه، يطهرها، يقربها من الله، فسوف يمتلك كل القوة التي يمنحها الله لعباده المؤمنين في هذه الدنيا، واللي هي سبب انتصار المسلمين وسبب قوة حضارة المسلمين في أزمان كثيرة. لأن هذوك الناس كانوا ناس عباد لله سبحانه وتعالى، كانت عندهم ثقة عظيمة في الله سبحانه وتعالى، أكسبتهم ثقة كبيرة في أنفسهم، فقاموا باتخاذ الأسباب، والله من ورائهم وأعانهم وأيدهم ونصرهم، فحققوا المعجزات إن صح التعبير. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ الإمام جمال غول، لتشرفنا دائما بحضورك كل يوم جمعة. ربنا لك يوم موفق إن شاء الله. إن شاء الله ندعو لإخواننا في المسلمين في سوريا وفي تركيا في هذا الهم الذي أصابهم وهذا الابتلاء العظيم، أن يفرج عنهم وأن يرحم موتاهم ويتقبلهم عنده في الشهداء، وأن يداوي جرحاهم، وأن يحمل ويكسو الناس اللي ما عندهمش الآن مأوى، يجعل لهم مأوى ربي سبحانه وتعالى. والهبة التضامنية التي قامت بها الجزائر ليست غريبة، فالشيء من معدنه لا يستغرب، وإحنا الجزائر مع كل دول نمد يد الخير، عمرنا ما مدينا يد الشر، بين الدول ما كنا سبب في الدول التي تقوم بمساعدة، نعم، من الدول الأولى يعني اللي وصلت إلى الميدان، سواء البعثة الرسمية تاع الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري، وكذلك الجمعيات يعني الأهلية تاع المجتمع المدني التطوعية كجمعية البركة للعمل الخيري، جمعية الإرشاد والإصلاح اللي حتكون معنا أكيد، نعم، بعد قليل يعني راهو في الميدان الحمد لله. فهذا معدن نفيس وأصيل في الجزائر، إن شاء الله ربي يقوي هذا المعدن في الجزائر، وهو يكون هو الغالب في المجتمع الجزائري. وهذا الخير لما نقدموه لخواتنا في سوريا وفي تركيا، إن شاء الله سوف ربي سبحانه ينفعنا به في أن يستر بلدنا وأن يحمي بلدنا وسائر بلاد المسلمين. أمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ جمال، ونلتقي إن شاء الله الجمعة المقبلة. إن شاء الله الله يبارك فيك. شكرا لك، جمعة مباركة.